استاذه امل تتفضل. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذه امل. انا بسال بس، انا مش قادره انتظم في صلاه الفجر مولانا. مش قادره تلتزم بمعنى مش قادره تصحي في مواعيدها؟ انا بيبقى عندي شغل الصبح وبشتغل كتير قوي، ف دايما ممكن ابقى صاحيه بس يفضل بقى الشيطان يقول لي ما انت لو قمت اليوم هيبوظ وهتفضلي صاحيه لغايه الصبح لغايه اخر اليوم، فاليوم بيبوظ مني. فصلاه الفجر بالذات عندي فيها مشكله. ما هو دلوقتي اليوم بيبوظ منك برضه اهو، مش كده؟ بيبوظ مني ازاي؟ بيبوظ منك لانك نفسك مش راضيه. بالظبط. هو انت عايز اسالك سؤال، هو مين قال ان حياتك هي الارقام؟ حياتك الاول خالص هي باطنك قبل ان تكون ظاهرك. الناس دلوقتي ممكن يكون عندها كل ما يملكونه في الدنيا وبواطنها خاربه، هل ده بيخليهم سعداء؟ لا طبعا. هل ده بيخليهم عندهم قوه وعندهم نشاط وعندهم قدره على العمل؟ لا طبعا. كل الحكايه بس ان انت لازم تفهمي ان مثلا في بعض الدول بيبتدي يومهم من صلاه، من قبل صلاه الفجر، من قبل توقيت صلاه الفجر. هي المساله بس ان احنا تعودنا على كده، فانت لو غيرت برنامجك اليومي مش هيحصل اي حاجه على فكره. يعني انت لو غيرت برنامجك اليومي بقيتي تنامي بدري وتصحي بدري مش هيحصل اي حاجه، بالعكس هتستردي نفسك وهتحسي بانك انت بقيتي شخص مختلف وبقيتي شخص اكثر امانا وبقيتي شخص اكثر حرصا واكثر اقبالا على الله. فبتستنيني اعمل ايه؟ حاولي تاخدي كل الاسباب اللي انت تصحي لصلاه الفجر، وخاصه احنا دلوقتي عندنا حاجه مهمه جدا جدا، ان في الغالب الناس تؤخر السحور الى قبيل صلاه الفجر، فيبقى عندك فرصه ان انت تعدلي هذا النظام في النوم. فنعمل كده. واضح يا استاذه امل؟ واضح يا فندم. وان شاء الله ربنا يجبرك. انا عايز اقول لك حاجه، اوعي تحسي بان حياتك متلخبطه وان في حاجه بتمنعك من الاقبال على ربنا، ابدا. اللخبطه دي احنا اللي بنعملها في نفسنا، فتوكلي على الله وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويفتح عليك يا استاذ امل.